اخواني اخواتي، السلام عليكم واهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم، ونتمنى من الله ان هذا رمضان يكون دخل عليكم بالخير وبالصحه والعافيه، وبعد علينا هذا البلاء يا ربي، بعد علينا هذا البلاء يا رب العالمين. هذا اول لايف كنديروه في الانستغرام، لانني انا في الحقيقه ما كنتش كنفهم فيه بزاف، ولكن غراس صاحبي اللي هو السي المريني، وغراس الناس اللي معايا وليت انا انستغرام، خصنا ندخلوا الانستغرام وداك الشيء. دابا بانوا لي القلوبة تيخرجوا، صافي بليزير، الله يحفظكم. الله 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 الله، شحال ديال القلوبة، الله الله، قلبي 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 قلبي، الله الله الله، الحب كي داير. الله يحفظكم، الله يحفظكم يا ربي، يحفظكم في هذا الشهر هذا المبارك الزوين يا ربي، يعطيكم قلوب كبار بحال هكا باش المغاربه يبداو يبغوا بعضياتهم ويبداو يحبوا بعضياتنا، لان هذوك اللي كارهيننا الله يرد بهم، الله يهديهم، الله يهديهم، ويبقاو غير القلوب اللي تطلعوا في هذه البلاد هذه. الله 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 الله، صافي بليزير، والقلوب بيضين تيطلعوا، شتي شتي. والحمرين بداو، حتى الحمرين تاهما تبارك الله. باش كلهم اللي حسن، الحمرين ولا البيضين؟ الحمد لله ناشفين ولا البيضين؟ لا حيت الحمرين دياولي والبيضين تاهما دياولي، تاهما دياولي. انا تنقول لكم مرحبا بكم وتبارك الله عليكم، ورانا ما عمرني غادي ننساكم، والله واخا عارف ماشي يكون بقى مواصل معكم، واخا يديروا عليا الحيوط، واخا يديروا عليا الحبال، نجي نحيدهم ونجيب الاولاد. سي سعيد دابا اللايف هذا ما يوصلش واحد 2000 و3000 واحد يشوف؟ يقدر يوصل، راه وصلت لكثر تبارك الله، راه حنا عندنا جمهور تحدي، حب ديال تحدي، تحدي ديال تحدي، ديروا شي تحدي. اولا انا تنبغيكم، تنحبكم، تنموت عليكم، وانتم عارفكم بانكم تتساندوني وتتوازروني وتتحبوني، الله يحفظكم. يعني رغم المرض ديالي حاولت ندير عليكم اطلاله عن طريق شهاده تي في وعن طريق اليوتيوب باش تشوفوني، باش دائما نبقى مع علاقه مع الجمهور ديالي، ونقليو السم 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 لهذوك اللي ما باغيناش، حنا ما سوقناش فيهم، حنا خدامين، واللي كيبغيك تقلب عليك فين ما كنتي. فتنقول لكم تبارك الله عليكم، وشكرا، والله يحفظكم، والله يخليكم. ورا ان شاء الله انا في هذا رمضان وجدت لكم ان تروك سبيسيال، ان تروك في القناه ديالي باش غادي تبقاو تشوفوا، لان عرفتوا الانتاج شويه صعيب والامكانيات على قد الحال، ولكن رغم ذلك حاولت باش ننتج واحد لا سيري ديال مونولوغات سعيد الناصري اللي غتبقاو تشوفوا كل اسبوع مونولوغ، يعني كل جمعه غادي نحطوا لكم مونولوغ كيتكلم على قضيه من القضايا ديال المجتمع اللي كنعيشوها، على ظروفنا اللي كنعيشوها، على الحياه ديالنا، على المشاكل ديالنا، على الحكومه ديالنا، على هاد المسؤولين ديالنا، على شي كروش ديال الحرام، شي مصحه الوالدين اللي ما باغينش هاد البلاد تقلع، وكيديروا هكا وهكا، ما عرفتش منين جاونا، ما عرفوش يخرجوا لينا، الله ياخذ فيهم الحق. القلوب الحمرين بداو، القلوب الحمرين شو هاد قال؟ عطيهم العصير، عطيهم العصير، لا نعطيهم العصير اللي ليها ليها، تا حنا والو، الله غالب، لا ياك على المرض وشنا الموت شفنا، اش غيبقى كاع؟ واللي بجهدو ما يديرو، ما حد اللي عنده، شوف اللي عنده جمهور كيحبو تيبغي وتيساندو ما يخافش، لان الجمهور سبحانه وتعالى الله اللي مسخرو، وبان ربي سبحانه وتعالى تيقول لك انا عندك نمسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عنده صحابو اللي مآزرين، وانا عندي صحابي، وهاد صحابي هما اللي انا معول عليهم، هما اللي القلوب البيضاء والقلوب الحمراء، القلوب الجميله جدا، انا معاكم. ففي رمضان ان شاء الله ابتداء من هذا الاسبوع غادي تبداو تشوفوا ان شاء الله، بالاضافه للمسلسل اللي دايرين انا والسهام، كنطلب منكم غير تصبروا مع داك المسلسل، راه غادي يعجبكم، راه ما فيش داك الضحك ديال كعكع كعكع كع، ولكن راه فيه شي حوايج بغيتكم، خصوصا الحلقه ديال اليوم، شوفوا الحلقه ديال اليوم وتمعنوا فيها مزيان، غادي تفهموا انها عندها واحد البعد سياسي خطير جدا، اللي كيهز ببلادنا وتبين بان بلادنا راه بلاد جميله جدا، وبلاد ديال الحريات، وبلاد اللي فنا، واخا شي وحدين تيحاولوا يضربونا، ولكن الله كبير، لان هاد البلاد بلاد ديال الخير، بلاد ديال الحب، بلاد ديال الصالحين، داكشي علاش ربي حافظها، لان فيها ناس طيبين وقلوبهم مزيانه، واخا ما كيغوتوش، واخا ما كيدويش، ومستورين، بلاد فيها ديال التضامن، بلاد ديال الحب. بغيتكم تردوا البال لهذه القضيه هذه اللي غادي تدوز اليوم، هذه الحلقه اللي غادوز من بعد الفطور، فيها 7 دقائق، وممكن لكم تشوفوا الشيء الاخر في القنوات الاخرى، ما كاينش مشكل، ولكن شوفوا الحلقه ديال اليوم غادي تعجبكم، وغادي تعرفوا واحد المستوى، واحد البعد اللي هو كيتسمى ان ميتافور جديده، طريقه جديده جدا، ولو انه في غير 7 دقائق. فبغيتكم تشجعوا هذاك البرنامج وتتبعوه معنا باش نطلعوا ان شاء الله طوندونس، وباش نبقاو دائما معكم بالجديد ان شاء الله. الو، خلال هذا رمضان راه سيادي غادي يكون كيف قلت لكم مونولوجات زويونه، غادي تفكركم في ايام زمان، وغادي نضحكوا فيها، كاينه تبدا من مدرسه الفنانين تاعي اللي غادي نغني فيها شويه، كذلك غادي يكون العرض اخر
عرض درته في الكومبلكس ديال محمد 5، يعني في المركب الرياضي ديال محمد الخامس. هاد العرض اللي كتسميته علاش ولينا هكذا، هاد علاش ولينا هكذا باقي جديد، وغادي نحطوه لكم ان شاء الله في هاد اليومين اللي جايه، وغادي تفرجوا فيه. غادي نديروه في جوج ديال الحلقات اولا ثلاثه ديال الحلقات، حيت طويل شويه، يعني في ساعه ونص ديال الكوميديا، ساعه ونص ديال العصير مزيان، واللي غادي نعبر فيها على المشاكل اللي تنعيشوها كاملين. وباش لا وعسى هذوك الناس راه تيقوا بيا، واخا دايرين عين مكه راه كيوصلهم العصا، ولكن ما مرادينش يقولوها، انا كنعرفهم، تيقوا بيا اننا ما حدنا حنا تندويو بطريقه اللي هي سيفيليزي ومدنيه ومتحضره، فهما قلبهم راه دارهم، ومني كيمشي للدار ولادو كيبقاو يشوفوا فيه شي شوفات ماشي هما هذوك. هذاك المسؤول اللي حنا باغين فيه الخدمه، ماشي حنا اللي باغين، هو بغى فينا الخدمه، ولكن حنا دابا الان تنقلبوا عليه، اللي باغي يدير لنا العصا في الرويضه هذاك هو اللي حنايا باغين فيه الخدمه وبغيناه حتى يحيد. راه ملي كيمشي للدار تيقوا بيا، كيشوف راسو في المرايا، كيتفكر هذا الكلام اللي تنقولوا، كيتفكر الاعمال اللي كندوزوا، تيقوا بيا، وكيشوف لي كومونتير ديالكم، وخا ما تيبينش، وخا تيبقى شاد في داك التحرميات ديالو، في داك تيبقى ملي كيمشي للدار، اولا ملي كتمشي للدار كتلقى ولادها اولا ولادو تيشوفوا فيه شوفه ماشي هي هذيك، وتيحشموه بدوك النظرات ديالهم، تيقول لي شتي اش قال سعيد على هذا القضيه، شتي علاش قال على الرشوه، شتي اش قالوا لنا، شوف الكومونتير ديال المغاربه اش كيقولوا، شوف ولاد الشعب شنو تيقولوا. هاد ولاد الشعب اللي تيهضروا تيقوا بيا ان اي كومونتير كديروه راه كيوصلهم للقلب، لانه ملي تيجلس في دارو هو كيدور في عينيه، لانه كيشوف ملي كيكون غادي في الزنقه تيجيب لله ان الناس كلهم كيشوفوا فيه. حتى ان شاء الله نقضيو على الفساد، غنقضيو عليه باش بالكلمه الطيبه، غنقضيو عليه بالمعامله، غنقضيو عليه بالتضامن، غنقضيو عليه بالعمل الطيب اللي غادي بشويه بشويه، ماشي بالفلوس، ماشي بهذا، خليهم يديروا الفلوس، خليهم يربحوا الملايين، خليهم يضحكوا، هما راه عند بالهم كيضحكوا علينا، ولكن راه كيضحكوا غير على رؤوسهم. فلهذا بغيتكم ان شاء الله انكم تبقاو في جنبي، تعاونوا معايا، شدوا بالازر ديالي، ولا عندكم اقتراحات مرحبا، انا اعطوني اقتراحات، بغينا اقتراحات، بغينا مواضيع، اعطوهم لي سواء عن طريق الانستغرام، سواء عن طريق الفيسبوك اللي عندكم، اللي هو سعيد ناصري اوفيس، ناصري شو، ناصري شو هو الفيسبوك ديالي، او لا عن طريق اليوتيوب، باش ملي تفرجوا ديروا الكومونتير ديالكم، وشجعونا على 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 اليوتيوب، لان القناه ديالي محتاجه لكم، محتاجه انكم تابوناو اكثر، ان نوصلوا ان شاء الله لواحد 2 مليون ولا 3 مليون، وماشي غير ليا انا. هاد النداء بغيت نقوله لكم، تقول ديروه مع كاع الفنانه اللي دايرين القنوات ديالهم ديال اليوتيوب، لانهم فنانه صراحه ما كيرضاوش، عندهم نفس وما رضاوش انهم يخدموا في اعمال ماشي هي هذيك، والاخرين تيحاولوا يزيروا عليهم، فداروا قنوات ديالهم، منهم اعلاميين، منهم فنانه، منهم يعني ناس اللي عندهم افكار بغاو يقولوها، فشجعوهم، ما غتخسر والو، دخل دير جام، دخل تفرج، عطي الكومونتير ديالك، بعد اخترت لما عجبتك الجام ما ديرهاش، ولكن مني كتدخل وكتعطي الرأي ديالك راك تدعمنا، كتدعم واحد الناس اللي منبودين، اللي ما باغينهمش يبانوا، ما باغينهمش يظهروا، ولكن اللي غيخليهم يظهروا هو انتم ايها الجمهور الكريم. هاد القلوب اللي كنشوف الان بغيتهم يعودوا يتكرروا ويتكرروا عند الاخوان ديالي حتى هما، ماشي عند سعيد الناصري، راه كاينين اخوان فنانه واعلاميين ومثقفين دايرين قنوات اللي هي جميله جدا. خليونا من دوك القنوات ديال الويل والكلام الخاوي وبيع ديال السيكان والبيع والشراء وداك التخربيق، ما لايق ليناش، وكيبقاو يحمروا في عباد الله، انا راه مطيب في الفطور كذا، انا داير الشباكيه ما عرفش شاريها ما عرفش شحال، هذاك الشيء كله غير بيع وشراء، ما تاثرش عليكم ما ديوهاش فيه، هذوك الناس بيع وشرايا، ما عندنا ما نديرو بهم، حنا تنقلبوا على ناس اللي غادي يعطيو ثقافه، اللي غادي يعطيو لهاد البلاد اراء، اللي غادي يعطيونا افكار، اللي غادي يخليونا نزيدوا لقدام، نمشيو لقدام، واللي كيعايرونا الله يسامح ليهم يقولوا اللي بغاو، لان ما يمكنش تكون غادي في طريق صحيح وما يعايروكش، ما يمكنش، والا راك غادي انت في طريق غلط، فما يبقاش فيكم الحال، كتبوا لي كومونتير ديالكم، قولوا رايكم بكل موضوعيه، يعني ما حاجه ما عجبتكمش فيها، انا شخصيا كنهضر على راسي، ما غير حيدوا غير السب والشتم، ما تعايرش لي لب ولا امي، لان العواشر هذه قول الله يرحم الوالدين وقول لي الله يخليك، راه داك الشيء اللي عندك ماشي هو هذاك، ولكن نحسوا بروسنا انكم معانا وانكم كتدعمونا، فبغيتكم تدعموا جميع الفنانين، راه ملي كتدخل لعند اي فنان، سواء مثلا اي فنان من الفنانين اللي ما كيظهروش الان في التلفزيون، فنانين اللي ما كيظهروش في القنوات العموميه خاصه، اما القنوات الخاصه الحمد لله احنا فيها وكاينين وحاضرين، لان ما احنا ماشي من داك النوع اللي كيقول لك عندك لا باك صاحبك ولا مولي بو، عمري ما ندير با صاحبي، واخا ماشي يكون واخا الا ما كنتش غندوز بدراعي وبالاعمال ديالي وما كنتش كنعطي العمل ديالي ويكون عن جداره، ما عندي ما ندير به،
الا كان من اجل الفلوس الحمد لله حنا متزايين، كبرنا بالخبز واتاي ودابا كناكلوا حسن من الخبز واتاي وكناكلوا الحيمات، راه حنا فرحانين وناشطين، ما كنا معولين على هذا الخير اللي حنا فيه، والفضل كله يرجع الى الله عز وجل واليكم ايها الجمهور الكريم. الله شحال ديال القلوب اشوف بركه عيت انا ما تقولش بزاف الحوايج ولكن راه السخفه شدتني. الناس راه كيسولوك على الفيلم، الفيلم ديال اخناتون في مراكش، باش نقول لكم على فيلم ديال اخناتون في مراكش. اخناتون في مراكش اولا نصبوا عليا شي مصريين باش تعرفوا هذه القضيه، وداو لي الفيلم ما خلصونيش، والان رحنا باقين معاهم في الدعوه، لان مسكين داك المصري اللي تكلف اللي هنا في المغرب مشى لعندهم راه باقي مضر، باش تعرفوا الحقيقه اللي كاين. تصوروا الفيلم خسرت عليه زباله ديال الفلوس، وفي الاخر بعدا المصريين وعطاو الشيك لواحد واحد خيتي، وهذيك خيتي شدات الشيك ما عرفتش شنو داتو لهذا السيد هذا، ودابا مسكين هو راه تيجري باش يقدر يرجع لينا غير فليساتنا. وحطوه في لي بلاتفورم في الخارج. بالنسبه للمغرب حنا عطيناه للتلفزيون باش يشريوه من عندنا، باقي لحد الان ما شراوش من عندنا. التلفازه بعناها اليوم، قلنا اليوم تشريو من عندنا وتعاونوا مع هذا فيلم مصوب سينمائي وفيه ممثلين مصريين كبار، ولكن لحد الان ما بغاوش يشريوه من عندنا. تصور تقاد شي حاجه اللي هي يتفرجوا فيها الناس فيها متعه وفيها حاجه زوينه، ما بغاوش يشريوها من التلفزيون وما بغاوش يشريوها، ما تدعمش، ما بغاوش يشريوها من عندنا وما طرتش فيها حتى فلوس. دابا كنشوف السينمات سادين، كلشي ساد، يعني سدوا علينا السينمات، مخسور كل ما قدرتش نديرو في السينمات لانهم مسدودين. وهادو ما بغاوش يشريو من عندي، رغم انهم شارين اعمال بالملايير، حنا بغينا نبيعو لهم غير بشويه ديال الفلوس، داكشي قليل غير باش الجمهور المغربي يشوفو وحنا حنا نستافدو شويه، ما بغاوش والله، ما باقي لحد الان باقي. ودفعنا للدعم للسينما وحنا باقيين كنتسناو، لان الكوميسيون باقا ما تصوباتش، باقي بزاف الحوايج. يعني الفيلم خسرت فيه كاع رزقي، وانا مربي يدي الان وكنتسنى وما تفرجتو فيه نتوما، كانوا ممكن يشريو من عندنا ويدوزوه في رمضان. لا، حقد على ان سعيد الناصري ما يدوش اعماله، ما تدوش، علاش؟ لسبب راكم نتوما عارفينه، لان الفيلم تيهضر على شي حوايج ربما هما ما عاجبهمش، هاي اولا بغاو سعيد الناصري يمحيو زعما ما يبقاش يبان كاع عندنا ما نديرو، ولكن ما يقدروا يمحيونا الا باذن من الله عز وجل. لكن سي سعيد بالنسبه لاخناتهم في مراكش راه فكره زوينه بان يجمع ممثلين مغاربه ومصريين، راه ماشي سهله. لا ماشي سهله، وكان هو اخر فيلم ديال طلعت زكريا ولاعبين البطوله المغاربه، هذا هو بحال شي ماتش ديال الكره المغرب مع باش تلعب بعدا بطوله مغربية ودير اخراج مغربي وتكون انت المخرج المغربي والمنتج وتخدم معاك دي فيديت من مصر، لانهم هم بروسهم تيحترمون الحمد لله، لانهم تيقول لك سعيد الناصري على الاقل غير الموازين وما بقاش المصري هو اللي يخدمني انا او نمشي لعندو، رغم انه ما عندهم صناعه سينمائيه، ولكن انا خدمته ومشيت لمصر ومشيت لمصر كناجم مغربي الحمد لله، ودرت الاخراج في مصر وخدموا معايا لي تكنيسيان مصريين واحتاربوني وقدروا العمل ديالي وعجبهم ولقى اعجاب كبير، لان الحمد لله الفيلم زوين بزاف، في كوميديا تيبين مدينه مراكش، الجماليه ديال مراكش، الجماليه ديال المغاربه، في اغنيه في الاخر ما بين مصر والمغرب تي زوينه، والملحن ديالها مغربي اللي هو العاصمي. يعني درت شي حوايج اللي زعما، ولكن رغم ذلك فكان عطي ظهري للعصا وصابر، ما يهمش، احنا المهم عندي هما هاد القلوب اللي كيطلعوا. ولكن عندك جمهور سي سعيد، الحمد لله الحمد لله. انا جمهور ب1000 ولا 30 مليون مغربي تقريبا كيحبوك، ومن الصغير ديالهم للكبير ديالهم. انا كنشوف كنكون خارج معاك ونشوف الناس كيفاش كيتفاعلوا معاك في الشارع، وكيفاش الناس كتكون مسافر، وكيفاش بزاف ديال الحوايج الناس كيتفاعلوا معاك، فهذا كيدل على الحب ديال الجمهور ليك. لا خصك واحد تعرف واحد القضيه، راه الجمهور المغربي راه ماشي بليد، راه ذكي، راه عارف شنو كيدير، راه ما يمكنش يبغيك. شوف غير في الدرب تيكون شي واحد عزيز عليهم، ما كيكونش عزيز عليهم هكاك، راه تيكون عزيز عليهم حيت عارفين فيه شي حوايج عاجباهم، والشيء والمغربي الا ما عاجبك راه كيحضر راسو ويزد كاع ما يهضر معاك، راه حاس بك بانك انت صادق معاه، وبان قلبك راه مزيان معاه، وبانك باغي دير حوايج مزيانين، وبانك ما تتقلبش على الجغرافيا، كتقلب على التاريخ. انا تنقلب على التاريخ، وهذا الشيء حسيت به مني مرت مني كنت مريض، يعني التعامل ديال الناس معايا والدعوات. تصور اقسم لك بالله اسي محمد، الى في الزاويه تقرا القران في زوايا الزاويه التيجانيه، الزاويه الناصريه، الزاويه البوشيشيه، تيقراو واحد الناس عيطوا لي من مولاي عبد السلام دايرين فاتحه وتيدعوا معنا. وتصور فين هذه، راه ما عندها حتى شي حتى شي حتى شي حتى شي ثمن، واخا تبغي تشريها ما نعرف بشحال ما كاين. كذلك كاينين ناس اللي مساكن في الجوامع، والله الا تخرجوا السلكات في سيدي بلعباس، مني قلت لهم دعوا معايا ودعاوا معنا، والحمد لله الان نتمتعوا بصحه جيده، ولو بقيت شويه لي سيكيل باقي تنسخف، ولكن كاينين وغادي نبقاو ان شاء الله، وغادي نقدموا حوايج مزيانين، وغادي نمشيو بعيد. وفي هذا رمضان باذن الله حنا معولين عليكم في القناه ديال سعيد الناصري انكم
ديروا نفس المجهود اللي دار العام اللي فات والعام اللي قبل، وماشي غير معايا انا، الله يعطيكم الخير، ديروها مع الفنانين كلهم، لان الفنان محتاج يكون ديال راسه، وقد ما الفنان يكون ديال راسه قد ما غادي يكون حر وغادي يلعب العشرة كما بغى، بالخصوص في الظروف هذه اللي القاهرة صعيبة، لان الان راه عرفتوا مع هاد كورونا راه كاينين فنانة، اقسم لكم بالله، اقسم لكم بما هو اكبر من 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 هذا الكون كل اللي هو الله اللي خلقه سبحانه وتعالى، ان فنانة اتصلت بيا مرضاتش مسكينة دير بحال شي فنانة اخرى الله يهديهم وتقدم وتهضر في هذا الشيء مثلا في 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 هذا المواقع ديال ديال التواصل وتقول لكم انا ما عنديش، قالت لي السي سعيد انا الا كاينه القفه ديال ربنان شوفها لي، الا كاين شي محسن يعطيها لي. تصوروا ان الفنانه عباد الله في الوقت اللي كاينين فنانه خدامين في خمسه سته ديال المسلسلات في مره واحده، حرام، علاش واحد اخر ما نخدموش وخا نديرو غدايز ونصول ليه الكرامه ديالو ونعطيه؟ علاش هذا الرئيس المدير العام ديال التلفزيون اللي جالس تماك هذه 20 سنه ما يتحركش فيه شويه القلب ديالو بحال قلب من هاد القلوب اللي كتصيفطوا ليا ويقول لهم هاد الناس انا عطيتكم مشروع الله يخليكم خدموا الناس اللي ما خدامينش، ديروا فنان غير دايز غير واقف غير جالس في قهوه واعطيوه كما في مصر، مصر باش فايتينا النقابه ديالهم كتقول لهم الفنان اللي ما خدامش هذه عامين او لا مثلا هذا جيبوه يخدم، كتبززوا عليهم. علاش هاد الوزير ديال الثقافه وديال الاتصال وديال الرياضه، يعني هو كيفهم فيهم بثلاثه، هو واعر يعني كيفهم في الرياضه وفي الثقافه وفهم هاد الحاجه وحده، وعيط على داك الرئيس المدير العام ديال القطب الاعلامي اللي هو السي فيصل العريشي وقول ليها ودي الله يعطيك الخير في داك دفتر التحملات كتب واحد البند ودير فيه الله يخليكم الفنان اللي ما خدمش مسكين هذه عامين او لا عام خدموه باش يعطوه ولو على الاقل لو واحد شويه ديال الفلوس، ديروا غير كيف قلت لكم بلا ما يمثل. انا مثلا غادي نجيب مثلا عبد القادر المطاع نجلسو غير جالس في واحد القهوه تيقول جوج كلمات وندوزو في لقطه ونعطيه رزيق، يعني كتحفظ الكرامه ديالو، كتحفظ الكرامه ديالو تيولي تيحس براسو انه اي وضع ما تعطيه وتقول ليه هكا هذه البركه كتخدمه وكتعطيه وكيحس براسو بانه شده عن قناعه ودار فيها خدمه. حمادي عمور مسكين مريض على الفراش، كاين فنان اخرين اللي ما خدموش مساكن الله يكون في عوالهم، وحق الله العظيم الا تيعيطوا ليا في التليفون الان وبقاو فيا ما عندوش المصروف اليومي ديالو، خصوصا مع كره مغنيين ومطربين عازفين باعوا الالات ديالهم، اما التلفزيون حرام عليكم، راه كاين الله عز وجل، ربي راه كاين، على الاقل هاد الناس كنتمنى ان هذا يشدوا هاد المقطع، الاخوان ديالي هادو شدوا هاد المقطع وصيفطوه وبارطاجيوه مزيان باش هذاك المسؤول ولا الوزير توصلوا هاد الكلمه بانه راه خصو قلبو يحن شويه على الفنانه مساكن اللي ما خدامينش، ويقول لهم راه ما غيخسر والو، راه ملي غادي تجي شركه ديال الانتاج غايقول لها الله يخليك الشركه ديال الانتاج او المسؤول او المسؤوله ديالها راه كاين لها بحال ملايين الملاير، خرجي واحد 50 مليون من هذاك المشروع اللي عاطيك انا بمليار، خرجي منه 50 مليون واعطيه وزعيه على واحد الخمسه ولا سته ديال الفنانه واعطيهم يلعبوا ادوار بسيطه جدا غير دايز غير النقابه ديال الفنانين فينكم؟ فينك السي محسين؟ فينكم اصاحبي يهضروا على الفنان اللي مسكين ما خدامش وما عندوش، الفنان اللي ما لقاش فين يخدم، راه حرام، راه عيب، راه كاين الله عز وجل، واش ما كنخافوش من الله؟ كنقول لكم بان ربي سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لاننا هضرنا مع شال واحد ولكن لا منادي لا 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 لا, لا مجيب لمن تنادي، ولكن هاد الناس هادو اللي شادين البوفوار وما باغينش يعاونوا وكيسدوا علينا البيبان وعاد بالهم بانهم هما كبار، غادي يعرفوا بان الله سبحانه وتعالى كاين، لانه هو الوحيد اللي بقى لينا كنطلبوه انه ياخذ لينا حقا. جوج حوايج كاين، كاين الله وكاين انسان ما غيدي مع غير داك الشيء، كاين القبار راه هما كاع ربحوا الفلوس داو الملاير، كاين شي وحدين كان ما لقيتها ما يشرب قهوه ودابا الان كيرولي في اخر سياره والفيلا وسميتو الله يزيدو، تعطاتك فرصه الله يزيد، ولكن ما تنساش خوتك، ما تنساش داك الفنان مسكين اللي بنى تلفزيون على ظهره مني ما كان كيصور والو، فين هي ايام عبد القادر البداوي وهذا عبد القادر مطاع وايام حبادي عمور وايام الفرقه ديال الرباط وايام ناس كبار اللي خدموا وعطاو، وكاينين دي شباب حتى هما اللي مساكن قراو في المعهد ودابا ما لاقينش، انا لو كان بيدي نخدم حتى 30 واحد كنخدمهم، ولكن ما بيديش كان على قد الحال لان ما عنديش شي منتج كبير، ومني كيكون عندي الانتاج السي محمد والله الا شحال من مره تنقول لهم
شوفوا لي شكون اللي ما خدمش نجيبه، كنجيبو غير ضيف شرف غير دايز ولا مثلا غير في برنامج. في فيلم عبد الله العمراني كان مريض وجبنا من لا كلينيك في هذا الفيلم هذا نيت ديال اخناتون في مراكش. مسكين العمراني الله يرحمه كان مريض في الكلينيك، ومشي تخرجته من الكلينيك لان ما كانش عنده باش يخلص الكلينيك، وجبناه ودوز معنا هذا ومشي للكلينيك، درنا لهم الاشهار وطلبناهم وزوقنا فيهم باش قدروا يتعاملوا معاه مزيان. الطريقه مسكين خارج فرحان وكانه رجع الشباب ديالو بالفصمه ديالو. مسكين كانت عنده تيمر في الراس ومخرج بالفصمه ديالو، جا صور معايا ومن بعد منها بشي 4 ايام او 5 ايام توفى مسكين. فهذا اخر فيلم ديالو ملي جبتي لنا اخناتون. ف باش باش نقول بان راه سعيد الناصري مزيان وعار هو اللي كيفهم، لا لا بالعكس، انا غير تنقول الله يوفق قلوبنا بعضياتنا يا ربي. خليو صاحب الجلاله يفتخر بينا، خليو سيدنا انه كيف ما يشوفنا كلنا فرحانين، لان انا عارف بانه كيتالم ملي كيشوفنا كنضربوا في بعضياتنا. نعاونوه حتى هو نعاونوه باش 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 هو كيف ما هو فاتح لنا بيبان، والان اصبح الفنان عنده واحد القيمه وخد اوسيمه ولا يعني اهتم بينا واحد الاهتمام. فخليه يفتخر بينا، خليه يحس بان راه هذاك الخير اللي دار فينا وانه كبرنا وانه عاوننا وانه ساعدنا ودعمنا. خليه يفتخر بينا ويقول لنا راكم تستاهلوا داك الشيء اللي درت معاكم، لان انا عارفه بان قلبه تيضر ملي تيشوفنا اننا كنضربوا في بعضياتنا واننا ما كنتعاونوا شيء. اذا نتمنى لسيدنا رمضان طيب وجميل جدا، والله يعطيه صحيحته ويرجع لينا كيف ما كان في ديك القوه وديك داك الجماليه ديالو وداك الحب ديالو، ويزرع فينا ديك الروح ديال المحبه، لان سيدنا ملي تيزرع فينا ديك الروح تنحسوا براسنا حنا المواطنين اننا فعلا فرحانين. فنتمنوا ليه ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعطيه صحه احسن من الصحه ديالو، ويعطيه الخير كله، ونشوفوه دائما مبتهج وفرحان بينا، فرحان بينا وباعمالنا الى حنا درنا هذا الشيء. ونتمنوا للعائله الملكيه كلها رمضان طيب وسعيد وجميل كله افراح، ونتمنى لبلادنا الخير، ونتمنى الايكونومي ديالنا تهز، وخصوصا في هذه الظروف، في هذه الظروف اللي حنا محتاجين لبعضياتنا. الله يجزيكم بخير، نتعاونوا نتعاونوا الله يجزيكم بخير. انا اقسم لكم بالله ما هي ديماغوجيا، ما هو مجرد اشهار، ولكن تنقولها لانني جربت المرض وعرفت بانه انسان راه ما تيسوى والو، انسان لا يسوى شيء، وان راه كاين القبر. راه ملي كيولي الواحد مجبد وما قادرش يشرب تقلعه ديال الماء، ما قادرش يمشي حتى للطواليت، تصور انك تمشي للطواليت وواحد هزك هو اللي كيديك، اولا ولا كدير لي بوزوان ديالك وانت ناعس في الناموس، ما كتبقى تسوى والو. خمم في هذه القضيه ايها المسؤول، خمم في هذه القضيه ايها الرجل الغني، خمم في هذه المساله هذه. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تخليش هذه المسائل تاثر يعني الماده تاثر علينا اكثر من هكذا. انا عارف بان كاين بعض اللي كيقول لك هادشي وغاتيهضروا وغاتيديروا، لا بالعكس خلينا سيدي غنهضروا، ربما غادي شي واحد ولا جوج غيتيقوا بينا من هاد المسؤولين وغادي يرجعوا للطريق وغادي يحاولوا انهم يعاونوا هاد البلاد انها توقف على رجليها وتزيد لقدام. خليوا صاحب الجلاله يفتخر بينا، خليوا صاحب الجلاله يفتخر بينا كمواطنين مسؤولين. راه الناس كتغوت وباغا تخرج للشارع حيت ما لقاتش التضامن، راه كل لقى التضامن والله ما يخرجوا من ديورهم، والله ما يخرجوا ويخالفوا القانون ولا ما يديروش الكمامه، ولكن راه ظروفهم الله يكون في العون. راه كاين اللي مسكين عايش بفراشه، كل واحد يدق على جاره ويشوف شنو عنده ولا ما عندوش ويتقاسم معاه، تدوز هذه الازمه هذه. راه خبيزه نقسموها مع بعضياتنا وحنا بخير، خبيزه وشويه ديال زيت العود، راه زيت العود والخبز واتاي، هذا راه والدينا عاشوا هكا. تفكروا راه دازوا في ظروف اقوى من هذه، خلينا نكونوا مع بعضياتنا. بحث السؤال، لا السؤال كيسول كيقول لك فين مشات كريمه وسط؟ كريمه وسط انا والله ما عرفتها فين مشات، لان انا كنت كنخدمها، ولكن مني ما بقيتش كندير الانتاج ما بقى حتى يخدمها، وبقى فيها الحال لان قالت لهم سعيد ما خدمنيش، ولكن راه ما كرهتليش كريمه، انا بغيت نخدمك، ولكن الله غالب، راه انا براسي ما خدامش، راه كنحاول نضرب باش نبقى في تواصل معاه. حتى بالنسبه للاخوان اللي كانوا كيخدموا معايا، انا تنقولها لكم، انا راه دفعت مشاريع للتلفزيون، دفعت مشاريع للسينما،
ولكن ما كاينش دعم، ما كاين حتى واحد ساكن عليا البيبان، ما كاينش اسماء ديال الفنانين كبار اللي ديال المشروع الاخير عرفتي شكون اللي فيه؟ في نعيمه المشرقي، نعيمه الياس، في عبد القادر مطاع، في يعني عاد الشباب، الفنانه اللي عاشوا معاهم الناس وعرفوهم وعندهم قيمه كبيره وعندهم وزن ثقيل في الميدان ودرسوك. وحتى حتى بالنسبه للشباب خديت اللي تخرجين من لي زاداك واللي متخرجين من المعاهد، ماشي واحد يوتيوبر ولا شي يعني حاجه يعني اللي متخصصين في الميدان ديال التمثيل والسينما. وانت غتشوف هذه السلسله اللي درت انا مع سهام اسيف درتها، راه كاينه واحد شوج حلقات ولا ثلاثه كنهضروا على هذا الجانب هذا ديال هادو اللي ولاو كيخدموا كيخليوا الممثلين تيخدموا لي بلوغر لي بلوغوز وتيخدموا هذا. ماشي لي بلوغر لي بلوغوز عندهم خدمتهم عندهم حرفتهم كيدو، ولكن كيبغوا يستغلوا ديك لي فولورز ديالهم وما تياخذوهمش على اساس انهم ممثلات، لا تياخذوهم باش يديروا بهم الاشهار، فولا نوع من البيع والشراء ولا هذا الشيء. علاش ما كاينش؟ كاين شي سؤال اخر حيت ما تنشوفش مزيان جاوبوا الاخوان؟ هذا هو السؤال اللي سولوه على كريم وسط. ما كاينش غير كريم وسط، كاين عدد كبير شي حاجه شي حوايج خوين اللي شفتهم انا يضروني في خاطري. المهم نتمنى ان شاء الله يرفع علينا هذا، نتمنى الله ربي يرفع لنا البلاء. وما تنساو شيء، تبعوا معنا، حاولوا تشجعونا عن طريق القناه ديال يوتيوب سعيد الناصري، دخلوا واخا ما تعجبكمش الحاجه غادير هذيك الدخله راه مهمه، لان الدخله راه فيها الجانب المعنوي اكثر من الجانب المادي. في الماده راه الدخله راه ما كناخذوا فيها والو، مثلا تيقول لك راه كيصوروا الفلوس في اليوتيوب، لا انا نقول لك كاينين وحدين اللي كيصوروا اللي عندهم مثلا 10 مليون 12 مليون 20 مليون ديال لي فولورز كيدخلوا الفلوس. انا ما كندير لا اشهار لا والو، ولكن الدعم المعنوي انك ملي كتدخل انا كنحس بانك راك معايا، مني كتقول جيم انا كنحس بانك معايا، واخا تقول كاع جونيم با انا تنحس بانك راك كاين وكتشوفني ومتبعني، يعني ضروري تكون معايا في القناه. وماشي غير انا، كيف قلت لكم كيف ما غديروا معايا انا ديروا مع الفنانه الاخرين، ما غاديش نقول الاسماء ديالهم ولكن راهم كثار اللي دايرين مساكن القنوات ديالهم وباغيين يتواصلوا مع الجمهور ديالهم، لان هذاك هو الحل الله يخليكم تواصلوا معهم. تصنتوا اليوم شوفوا الاعمال ديالهم، كاين عمل غيعجبك كاين عمل ما غيعجبك، ماشي مشكل، يعني راه ماشي ضروري انني ندير كلشي الاعمار حتى واحد ما تيعجبو كلشي، راه كاين يعني في حوايج اللي مهمه، كاين اغاني ديال ام كلثوم كاع اللي ملحنينهم اكبر الملحنين، كاينه اغنيه كتطربك واغنيه ما كتطربكش، اغاني ديال عبد الوهاب التكالي اللي كلهم زوينين كاينه فيهم الاغنيه اللي كتطربك واللي ما كتطربكش، عبد الهادي بالخيط نفس الشيء، كاينين الممثلين اللي كيعجبوك انا عارف بان كاين اللي كنعجبو كاين اللي ما كنعجبوش، ولكن دعمني وحاول تعاوني باش نولي نعجبك او لا انني نولي انا مزيان ولا في المستوى اللي انت بغيتي. على ملي كتشوف مثلا شي حاجه عندك في الدار خاسره اش كدير؟ كتمشي تشري ليها وتصاوبها وتقادها باش تولي تعجبك، او لا مثلا عطيتك شي طابلو ما عجبك كتمشي كتعاود ليه الكادراج وكتقادو باش يولي يعجبك، هكذا كدير مع الفنان. فهذا رساله نوجهها لاخواني يعني كلهم. انتقاد البناء، انتقاد البناء ولا غير 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 انه يكون معاك غير اسمع السي محمد انا اللي بغيت نقول لك، شي واحد ما كيكون شي جارك كاع انت ما كتفاهمش معاه ولكن لو فيت ملي كيجي يدق عليك ويقول لك السلام عليكم كيعجبك الحال، واخا انت ما مفاهمش معاه واخا هو ما تيبغيكش كاع، ولكن ديك السلام مرحبا كتبقى ديك العلاقه، كتبقى يعني العلاقه كاينه يعني واحد النهاريات راه كيوقف معاك ولا كتوقف معاه وكتنساو كلشي، كتقول تيا حتى انا واحد النهاريات راه غادي ندير عمل زوين اللي غادي يعجبك وغينسيك في الاعمال اللي دازت، وخصوصا في هذا الوقت هذا. فلهذا حنا محتاجين لكم انكم تشوفوا. هنا قالوا لك علاش ما تشوفش مع ام بي سي 5؟ شفت معاهم، ولكن واش عرفتوا بان ام بي سي 5 براسها فيها ناس مصريه كيحكموا هنا؟ راه مصيبه كحله، راه لو كان نعاود لكم في الديتاي راه غادي تقولوا هذا الشيء راه سي لا سيونس فيكسيون، راه الحماقه ودي السي. تصور ان المدير العام تماك داير مدير هنا هو اللي كيتعامل معاه مغربي، وحاولنا وحطينا لهم سميتو، ورغم ذلك كاينين وحدين اخرين تيقول لي شتي هذاك عندك هذاك راه مغضوب عنه بحال انا غاضب علي الله، هذا الحماق هذا مسطين يعني تيحاولوا ان راه ماشي قضيه ام بي، لان ام بي سي 5 عندها مصلحه في المغرب، يعني حنا كنضربوا في بعضنا كنضربوا في بعضياتنا، راه واحد المصيبه كحله، حيت هذاك المسؤول على التلفزيون ما غيبغيكش تخدم في بلاصه اخرى اللي راه باش هذا غير ما لقاوش من يدوزوا لهم، ورغم ذلك تيعيطوا لهم راه عيطوا لهم ماشي مره ماشي جوج، وتيقول لهم علاش كتخدموا سعيد ناصر وعلاش كتخدموا فلان، حيت كاينين فنانين اخرين في شاده اللي حتى هما يعني ما كرهوش انهم يشدونا ويدفنوك يقبروك وصافي، اش غيربحوا الله اعلم، ما عرفتش اشنو هو الرباح ديالهم، انا بغيت نفهم واش انا مني غادي ندوز واش غادي ناخذ ليه داك الرزق ديالو، واش هما فقط غادي يحسوا بانه كاين فرق، اشنو هو هذا الفرق؟
بانك غادي تقدم عمل مزيان والناس اش غيبداو يقولوا واه حتى هذا العمل كيف ما درنا في البوي ملي درنا البوي مثلا درنا البوي جوج ودابا درنا هذا العمل الناس كيشوفوا الفرق ان بامكانيات بسيطه كتصاوب شي حاجه. اذا هذوك الفلوس الكثار وما كديرش بهم شي حاجه مزيانه فين كيمشيو؟ هذا هو السؤال اللي كيولي يطرحوا للجمهور. ملي كيولي الجمهور كيطرح هذه الاسئله هذه هذوك الناس كيمرضوا تيولي تيقول او هادو راه بحال عقنا بهم. واش فهمتي شويه نقول لك ان الانسان ملي كتولي بحال دابا انا مثلا كنعطيك التقداليه تنقول لك غادي تجيب لي اللحم وتجيب لي كذا وتجيب لي الدجاج وتجيب لي هذا وكنعطيك 1000 درهم ما كترد لي منها والو. ناض جا واحد اخر في بلاصتك عطيته غير 500 درهم وجاب لي نفس الشيء اللي جبتي لي انت. اذا اش غادي نقول؟ نقول هذا انت راك شفار. ايوا راه نفس الشيء واقع لان ملي كنحط مليار في جوج المليار في مسلسل ولا مليار ونص وكنعطي ربعه ديال البرامج عباد الله ربعه تصور كاينه الشركه اللي كتضرب حتى ربعه المليار في العام ثلاثه المليار راه زعما بزاف ولاو معروفين دابا على رؤوس الاصحاب معروفين وهما اللي كياخذوا. اش كيديروا دابا في دفتر التحملات هذوك هما اللي كيعطيوهم المسلسلات اللي فيهم البينغا اللي فيهم الفلوس بزاف والاخرين كيبغيو يخنقوا عليهم تيعطيهم داك الشيء الشياطه ان تيلي فيلم غير ربح فيه 200000 درهم كيعطيه برنامج ديال الكاميرا كاشي باش كيكون عطينا اعمال متنوعه وشركات عطينا 20 احنا عايخين بهذا عطينا 20 شركه عطيناهم ولكن راه غير خمسه فيهم اللي واخدين داك الشيء مقطار سباب الفلوس واخدين ولكن راه حرام هذا سباب الفلوس راه فلوس ديال الناس مساكن ضاربين تمارا راه الضرائب ديال 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 المواطن المغربي راه على الاقل خذوا فيدوا بهم غير ناس اخرين ما تعطيوهمش لينا حنا فيدوا بهم غير الناس اللي محتاجين كتخدموا في مشاريع اخرى وكيجيو حتى الفنان ما عندهمش ما كيبقى لهمش الفلوس غير ياخذوا سيدي الفلوس ياخذ حتى جوج المليار الله يربح ولكن يخدم داك الفنان اللي مسكين ما عندوش واللي ما خدامش كيف قلت لك هذاك الفنان ما محتاجش ياخذ شوف هذاك الفنان السي محمد راه ما محتاجش انه يلعب دور بطولي وباغي يدوز بين هاديز ديرو انت واقف كاع في الزنقه واعطيه واحد واحد الحلقه كاع ولا جوج حلقه ولا جوج هاديز هاديز ولا قال جوج كلمات واحد الحوار ديرو لي بسيط يقولوا يبان فيه بعدا وتا هو يقول راني كاين راني بنت في رمضان وراه حيت الممثل حتى هو راه بالكرامه ديالو تا هو كيبغي يدوز بلا حق وطيق ما كاينش كيسعى شو ما يبقى دائما انا ما عنديش انا كنسعى انا هذا انا غير يوصل لواحد لو كيبان هذه بحال كندير داك الشيء ديال الراس يا وي يا وي يا وي على اي تبارك الله عليكم الله يحفظكم وشهر رمضان كريم بالصحه والعافيه. اذا ما تنساوش الحلقه ديال اليوم على شادة تي في شوفوها او لما مش قدرتوا تشوفوها تشوفوها في يوتيوب على قناه تي في وشوفوا الحلقه وفهموها مزيان راه عندها واحد البعد استراتيجي لبلادنا زوين بزاف اللي تيبين الكرم والخير ديال البلاد المغرب والمغاربه شحال زوينين. وما تنساوش على القناه ديال يوتيوب ديالي تبعوني خلال هذا الاسبوع هذا ان شاء الله ابتداء من هذا الاسبوع راه غادي نبداو نحطوا اشياء جميله جدا اللي غادي تعجبكم باذن الله واللي عاطين فيها العرس يا رب مزيان. تبارك الله عليكم.